أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أصابه مرض فاحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب، فهل هذا يمنعه من الدخول في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى، نقول يمنعه؟ ما نجي في هذا كلام على عقيدة القلب وعلى إرادة القلب. والذهاب إلى الطبيب مباح ولله الحمد، ما هو مكروه، مباح. الدواء والتداوي مباح، إنما 70,000 تركوا المكروه والكي، تركوا المكروه والكي وسؤال الناس، الرقية سؤال وذلة للناس، هذا مكروه. فهؤلاء إنما تركوا المكروه ولم يتركوا المباح. المباح يأكلون يشربون، والأكل والشرب سبب من الأسباب. لماذا لم يتركوا الأكل والشرب توكلا على الله؟ الدواء مثل الأكل والشرب مباح. نعم.